بداية السنة الدراسية من أهم الحوايج اللي خصنا نخدموا عليها هي الدخول المدرسي، لأن إذا كان دخول مدرسي موفق كنهيئوا الطفل نفسيا باش يدوز سنة دراسية مرتاحة. هو من بعد شهر ديال الراحة ديال كيمشي على الغيتم ديالو، كينعس كيما بغا، كيفيق كيما بغا، ما عندوش دي دوفوار، ما عندوش دي ريسبونسابيليتي. كنجيبوه في ايامات المدرسه كيولي خصو عنده لي دوفوار، خصو يفيق بكري، عنده سوايع محدده خصو يخدم فيها. الوغ هاد الدري تغير كبير كان كيوقع ليه في حياته اللي ماشي دائما كيبغي. من اهم الخطوات اللي خصنا نخدمو باش نعطيو للدري الراحه، اول حاجه الاباء اللي هما اول وحدين خصهم يكونوا مرتاحين. الا كانوا هما انغواسي وستريسي واخدين هم كبير في هذا الدخول المدرسي، حتى هو غادي يهز الهم، وبالتالي غادي يشوف المدرسه كانها مكان ديال العذاب ديال التمارة، ماشي مكان اللي غيتعلم فيه وغيتربى فيه وكيكبر فيه وتعاون انه يتعلم حياه اخرى، حياه اجتماعيه اخرى. الوغ لي بارون الا كانوا هما مرتاحين غيوصلوا ليه حتى هو يكون مرتاح. كنلاحظوا دابا ولاو الاباء كيصرفوا مبالغ كبيره على دراسه الاطفال ديالهم، ولا الدراسه ان انفستيسمون. الوغ لي بارون ولاو تري اكزيجون افيك لي زانفون، يعني ولاو ما كيقبلوش اي نقاط، ما تيقبلوش ان الطفل يكون متهاون، ما تيقبلوش ان الدري يسهى على قرايته. بالنسبه لهم داك الطفل كيولي تيتختصر في التلميذ، ما كيبقاش يبان لهم هو طفل، كيبقى يبان لهم فيه غير التلميذ اللي خصو يجيب نقاط اللي خصو ينجح. في ولادهم كيبغيو انهم يكونوا متميزين، ما كيقبلوش ان ولده يكون قل من غيره، فكيطالبوه بكثر ربما من طاقته. يعني الا جينا نشوفوا شحال ديال السوايع ديال القرايه، كيبقى من 8 ل 6 في المدرسه، مني كيجي كيدخل لي دوفوار، ياك في المدرسه شحال عنده الوقت يلعب؟ ربع ساعه ماكسيموم في الصباح، ربع ساعه ماكسيموم في العشيه، هي نص ساعه في 8 سوايع، يعني 7 سوايع ونص في المدرسه وهو في لو دوفوار. كيدخل الدار شحال كنعطيوه الوقت يتفرج؟ من الوقيته اللي كان كيكون كياكل وسر بيكول خصك تمشي تحفظ. ها هو رجع خرج من الطفل، عاش عاوتاني الطفل نص ساعه باش يمشي عاوتاني يعيش تلميذ ساعتين او ثلاثه سوايع، وليتي الطفل خصك تنعس بكري، كيعانق عاوتاني الطفل في لحظه النوم. الوغ لي بارون ديجا خصهم يفهموا ان هذاك الولد راه كيبقى انه طفل، عنده حقوق الطفل قبل ما يكون تلميذ، عنده حقوق التلميذ. كنطلبوا من الاباء انهم يكونوا ما يحطوش لا باريير تري تري اوت، يخليو فرصه للطفل فين يثبت ذاته، فين يحقق ثقه في نفسه والثقه في الذكاء ديالو، الثقه في الامكانيات ديالو. يفهم الاباء خصهم يوصلوا للطفل ان الحياه فيها الاحباط، فيها العقبات، فيها انه يطيح ويعاود ينوض، ويلا سندناه ويلا دعمناه نفسيا غادي نعاونو انه يكتسب الثقه في نفسه انه يتجاوزها، بالعكس من اننا الا بقينا كنزيدو نحبطو ونحسو انه انسان فاشل، انه انسان ما كيقومش بالواجب ديالو، كنعزو فيه الاحساس بالذنب، فالنتيجه ما غاديش تكون كما حنا باغينها.